السلام عليكم، معكم طلال نقار، نتابع معكم بكورس الأخلاق الطبية. حنبدأ اليوم بالجد. معنا أخونا الدكتور باسل دراب اللي هو أستاذ الأخلاق الطبية بجامعة بوسطن بماساتشوستس. حنتابع معه بموضوع الأخلاق. بدأنا امبارح المقدمة، اليوم حنستعرض المبدأ الأخلاقي الأول اللي هو احترام خصوصية المريض أو ذاتيته أو حريته باتخاذ القرار. أخينا باسل، كيفك؟ أهلا وسهلا دكتور طلال، الحمد لله. طلال مش دكتور طلال. طيب، اليوم نحن حنفرد الحديث عن موضوع الذاتي، عن الريسبكت اوف اوتونومي. طبعا هذا الموضوع، على علمك، هذا الموضوع بالنسبه للطلاب اللي عم يقدموا امتحانات باوروبا او بامريكا، سواء المانيا او بريطانيا او بدهم يجوا امريكا، دائما بيستعصوا بهذا الموضوع الريسبكت اوف اوتونومي، انه الاسئله بتتعلق فيه جدا محيره، وانه ليش اخترنا هيك وليش ما اخترنا هيك. فالحياه الحقيقيه مهم جدا، وبالامتحانات مهم جدا جدا. فان شاء الله الحلقه تكون مفيده للطلاب وده الأطباء اللي بيتعاملوا مع الحال بالواقع. فينك تحكي بإذن لنا الله. بشكل سريع عن هذا الموضوع، شو هو respect of autonomy أو احترام الخصوصية أو الحرية باتخاذ القرار؟ هلا، احترام خصوصية المريض هو احترام قدرته على اتخاذ قرارات ممثلة عنه بناء على القيم تبعه هو، بدون ما نحن نكون مجبرينه على فعل شيء هو غير مقتنع فيه. طبعا في إلها شروط وفي إلها ضوابط معينة، من أهمها التوعية، إنه هو لازم يكون متطوع لعمل هذا الشيء. ومن نحن واجبنا كأطباء إنه إحنا حتى نساعده للمريض ياخذ قرارات ذاتية، إنه إحنا نعطيه المعلومات الكافية إنه نحن هو يكون قادر بناء عليها ياخذ هذا القرار. معلومات ايش يعني؟ مثلا الاختلاطات الممكنة، مو بس هيك، إنه الاختلاطات الممكنة، معلومات عن المرض تبعه، احتمالات مثلا شو العلاجات المتوفرة وشو البدائل الغير متوفرة، أو إذا ما في عندك أي شيء ممكن تعمله لازم تبلغه بهذا الشيء. يعني انت كطبيب بتقدر المعلومات القادر الكافيه لهذا الشخص او المريض انه هو ياخذ قرار بناء عليها. حجبك لبعض المعلومات تمنعه من اتخاذ قرار ذاتي. جميل. هل في بعض الأطباء بيعتقدوا هذا الكلام؟ يعني معقول أنا مثلا أعطي المريض 5 خيارات أقول له نقي بيناتهم؟ ومو موضوع تنقايه، هو موضوع بقدر ما انه تقول له انه احنا هي الخيارات المتاحه قدامنا، انا كطبيب الجايد لاينز تبعي او البراكتسز او نحن المتعارف عليه طبيا، انه هذا القرار الاول مثلا، خيار مثلا اجراء عمليه جراحيه هو الافضل لك، العلاج الدوائي هو الافضل، العلاج التوظيفي مثلا، فانت بترتب له اياهم فانا وكلهم ما اللي مقبولين مانع لك. عم خيره هو يختار على كيفه، مو موضوع ولا تسلاي. انا بعطيه كل خيار علاجي، شو هي ايجابياته وشو هي سلبياته، او لو بتحكي خيارات مستطبه. يعني انا ما بجي بعطيه شغلات ما موجوده بحالته اصلا. يعني مو معقول مثلا اقول له الدواء الفلاني، والله شو رايك تاخده او ما تاخده، المريض ما بيعرف، صح؟ طبعا هاي إضاعة وقت إلك وإضاعة وقت إله، وما في داعي إنه تدخله بهيك طيب، متاهات. خلينا نحكي قصة جميلة مشان ما يكون الموضوع، يعني الموضوع يكون حيوي أكثر. في قصة بتذكر عن أم كلثوم، طبعا القصة في ناس بتشكك فيها، بس أنا بيهمني المغزى منها أكثر من هي القصة الحقيقية. إنه بالخمسينيات كان في عندها فرط نشاط درقي، يعني في عندها الغدة الدرقية متضخمة، فبحاجة لعلاج، وإلا الآثار لابد من علاجها، إلا القلب بيتأثر، العظام تتأثر بفرط نشاط الدرق، فما هو شغلة محببة وصحيا شيء سيء، لابد إنه يتعالج. طبعا في إلها أدوية، وإذا فشلت الأدوية الجراحة بتكون مستطبة. هلا شو مشكلة الجراحة تبع الدرق؟ إنه في العصب اللي بيعصب الحنجرة، بيسموه العصب الحنجري الراجع، بيمرق من الدرق او بيمرق له طريق على الدرق، يعني له على الغده. ففي احتمال بالجراحه ينصاب. هالمعلومه على فكره احد زملائي الاي ان تي الاطباء الاذنيه شكل فيها، قال لا ما بينصاب. فتحت من مرجع بال 2011، يعني دراسه ما صار لها زمان، نسبه اصابه العصب الحنجري الراجع بهي الجراحات من 1% حتى 15% بهذيك الدراسه، يعني واحد من اصل 10 ممكن تنصاب. فنحن جبنا ام كلثوم، والحكي بالخمسينيات، كان صار لها بتغني من عام 1924 25 سنه، وعرضنا عليها انه انت بحاجه للجراحه، والحكي بجراحات الخمسينيات، ربما التقنيات ما كانت بها التطور هذا، فانه لازم تنعمل العمليه ولازم نشيل الدرق، بس في احتمال 1 من 10 انه صوتك، انه عصب اللي بيعصب الحنجره يتاثر، وبالتالي صوتك ينضرب وربما ما تقدر تحكي. فرفضت. شو تعليقك على هذا الكلام؟ طبعا من حقها انه ترفض، لانه بالاخير يعني هلا ام كلثوم هي تعتبر شخصيه بوقتها كانت شخصيه عامه، وهي يعني اهم شيء بالنسبه لها هي انعرفت عن طريق صوتها وعن طريق غنائها، فموضوع الصوت بالنسبه لها موضوع مهم جدا، فهي مجرد يمكن انه تفقد هذا الشيء هو بيغير من شخصيتها، بيغير من تجربتها بشكل شخصي، فهي قررت انه انا ما بدي هذا الشيء.
وهذا الشيء من حقها، يعني هي كمريض نحن لازم نعترف بهذا الشيء، بس نحن كمجتمع طبي ممكن انه احيانا نقول معقول يا ترى نحن عم نسمح انه لمريض ياخذ هذا القرار، وواضح جدا نحن بالنسبه لنا انه العمليه هي منقذ يعني رح تكون حياته مثلا. ناجحه وهي مستطبه بشكل كبير وممكن تشفيه وممكن تساوي، ولكن صحيح هذا الحكي بالنسبه لنا كاطباء، ولكن بالنهايه هي اللي رح تعيش مع نتائج هاي العمليه، هي رح تعيش مع اختلاف صوتها في حال حصل ولا لا، هي رح تكمل حياتها بهذا الشكل. فنحن كأطباء هون مو واجبنا انه نحن او مو من حقنا حتى اكون دقيق اكثر، انه نحن نجي نفرض عليهم الا انت لا لازم تعمل هاي العمليه او ما لازم تعمل هاي العمليه، نحن بنقول لها نحن الافضل الك خيار تبعك بناء على الطب والمعلومات الطبيه اللي عندنا نحن تعملي هيك، في حال عملتي هذا الاجراء فانت راح يكون عندك في خطورة كذا. الريسكس او الخطوره كذا 1 2 3، في حال ما عملتيها فالخطوره هي 1 2 3 وهي البدائل الموجوده عندنا. هلا تمام، في حال فأنا عمليا أم كلثوم بهذيك الحالة ما كانت عم تختار من العلاجات المتاحة، إني والله أنا بدي، يعني عمليا مو هي ما عم تقوم بدور الطبيب. في أطباء بيرفضوا هاي الفكرة، بيقول لك ما معقول المريض يعالج حاله، هو شو بيعرفه أصلا يعالج حاله؟ أنت شغلتك كطبيب تشرح للمريض شو بدك ناوي تعمل وشو هي خطورته تماما وإيجابياته وتختار على أساسه. تماما، لو جاي ام كلثوم مثلا قالت لك والله ادخل اعمل العمليه ولكن بهالطريقه الفلانيه، من حقك ترفض تماما، لانه وقتها هي بتكون عم تتدخل بعملك وعم تعطيك توصيات هي غير متعارف عليها طبيا، فانت كطبيب اكيد ما راح تسمح لها. ولكن اذا هي قالت لك انا برفض العلاج الجراحي، هل في عندك بدائل اخرى؟ هذا الشيء حقها. يعني من الصعب تقبل حاليا اجراء او فرض راي طبي على مريض بالوقت الحالي عندنا، هذا الشيء مرفوض. طبعا تتمة القصة انه بوقتها راحت على المشفى البحرية الامريكية اظن بامريكا، وعرضوا عليها وقت علاج حديث اللي هو اليود المشع، وفعلا تعالجت فيه وحافظوا على صوتها، هالكلام بال52، وبعدها عاشت ام كلثوم 20 سنة او 25 سنة، وغنت اجمل اغنياتها بالستينيات والسبعينيات. فلو كان في من جيل الاطباء اللي بيفرضوا على المريض انه هن الاصح وهن الادرى وهن اللي افهم ويفرضوا عليه علاج، لو ساووا هي العملية واذوا لها صوتها كنا خسرنا قديش. كانوا زعلوا كذا مليون عربي. تماما، فانا اتمنى لسه، لانه صراحه الاوتونومي اللي هي الاحترام الذاتي مقابلها مفهوم ثاني معاكس اللي هو هلا كنا عم نحكي فيه، اللي هو انه الطبيب ادرى. الطبيب نحن درسنا 20 سنه 25 سنه، انا درست وانا بفهم اكثر من المريض، وهذا حقيقه صح حقيقه، بس هل كوني انا بفهم اكثر منه طبيا انا بعرف اخذ قرارات عنه؟ هذا اسمه الابويه او paternalism أو الباترناليزم. الأبوية. شو رايك بهذا الكلام؟ هلا الأبوية الطبية هي كان نوع من أنواع التعامل بين المريض والطبيب بفترة من الزمن، ولكن فترة قديمة شوي، يعني إحنا بالستينات أو السبعينات كان شيء متقبل هذا الموضوع. الوقت الحالي هذا الشيء مرفوض، هذا الشيء مرفوض تماما. هلا أم كلثوم هي شخص محظوظ جدا لأنه هي شخصية عامة، فكان عندها القدرة أنه ترفض وتقول لا، وفي ناس دعمتها بهذا الشيء، ولكن في كثير مرضى بالوقت الحالي يمكن ما بظن انه او بهذيك المرحله، يعني لو قايلين انا ما بدي هذا الشيء اكيد راح يكون في عند كان راح يكون في مقاومه اكبر بالنسبه للمجتمع الطبي ضدهم. ولكن الابويه الطبيه هو شيء هاجر او هي طريقه هاجر الاطباء منها على الاقل بالمجتمع الغربي هون او بالاماكن اللي الطب شوي تطور فيها اكثر، تركوها، هي صارت طريقه مرفوضه تماما، وان كان التعامل فيها موجود بالسبعينات او الستينات، ولكن حاليا هي امر محارب وامر مرفوض تماما. حاليا انتقلنا نحن كمجتمع طبي هو لاجراء انه نحن المريض هو مركز التعامل معه وتشاركيه مع المريض، فنحن ضمن شراكه انه نحن مقدمين خدمات للمريض وهو شخص مستهلك، هو بحاجه خدماتنا، هذا الشيء واقع كونه هو مريض، ولكن نحن كمان انه ما فينا بحكم انه هو محتاج هذا الشيء فينا نستخدم هذا الشيء ضده. نحن لازم دائما نسعى باتجاه الشراكة مع المريض. دكتور طلال، طلال شوي صورتك انت نعم فروزن عندي. تمام. هلا رجعت يمكن؟ ايه هلا رجعت. يا سيدي الكريم، تعليقا على كلامك، الأبوية أنا مرة كتبت تحليل عن هذا الموضوع، أنه هي بترجع لإرث تاريخي. كانوا الأطباء بيوم من الأيام يعتبروا آلهة، gods، كانوا يعتبروا آلهة بالميثولوجيا اليونانية، كانوا يعتبروا آلهة. هن أصلا كان الطب ما كان منشور بين العوام، كان الآلهة فقط تمارسه. بالأرياف، بالمناطق البعيدة عن المناطق الحضرية بسوريا وغير سوريا، الطبيب كان مكانته ربما حتى اليوم هو شخص في مختار الضيعة، في شيخ الجامع وفي الطبيب.
هذا بيحضر الاعراس، ما بيصير الوقت، يعني كان مكانته عاليه جدا جدا، لا زال موجود هذا الحكي حتى اليوم. بس هذا لا يكفي كله، ورغم كل الدراسه اللي بيدرس الطبيب وكذا، انه هو يكون هو صاحب القرار، لابد انه المريض ياخذ قرار، لانه هذا جسمه بالاخير. صوت طبعا ام صديق، كلثوم ملكه مو ملكي انا، هي بتختار اذا كان حياتها اهم ولا صوتها اهم. طبعا. هلا رغم مثل ما انت قلت يعني الطبيب هو متعلم ومثقف بشكل عام اكثر من شرائح المجتمع الاخرى، ولكن بالاخير الطب هي مهنه. يعني هلا انت اذا بتجيب نجار لعندك على البيت او بتجيب حداد بدك تعمل شيء، بتقول له انا بدي الشيء الفلاني 1 2 3، بيقول لك يا بيمشي الحال يا ما بيمشي الحال وهي اجرتك. اذا بدك تبسط الموضوع الطب نفس الشيء ببساطة بهالبساطه. فانت بالضبط اذا بدك تيجي تفرض على شخص لا انا بدي اعمل لك هيك ما اعمل لك هيك، هذا الشيء مرفوض في الوقت الحالي بالنسبه للاخلاق الطبيه وغير ايوه، متعامل فيه. تبرز مشكلة. انا راح احكم دوري محامي الشيطان، هون بيسموني، انا راح اعطيك الحجج المقابلة. طيب يا اخي، انا بتجيني مريضة عمرها 50 70 سنة، ما هو 50 عفوا 70 سنة 80 سنة، بقول لها يا حجي معك كذا كذا كذا، بدي اعمل هيك، تقول لي ما لا. هل يكفي انه تقول لا لحتى انه انا اعتبر انه هي قرارة، هي قادرة تتخذ القرار؟ لا هلا انت هون وقت بندخل على موضوع قدره المريض على اتخاذ القرارات بحاله، او يسموه الكاباسيتي بالانجليزي، وفي لها شروط انت كطبيب ممكن تتحقق من هذا الشيء. هلا اول شيء المريض لازم يكون قادر على التواصل معك عن القرار اللي انت بدهم اياه، يعني هو قادر على اخبارك بهذا الشيء، والاخبار مو ضروري يكون بالحكي ولكن مثلا يكون بالايماء او اي شيء اخر. والشيء الاخر لازم يكون قادر على فهم المعلومات اللي انت عم تعطيه اياها، وانت فيك تتاكد من هذا الشيء بسؤاله، انه فيك تقول له انه احكي لي عن حالتك المرضيه، او شو قال لك الطبيب الاخر، او انا شو اللي شرحت لك، يعني معلش تقول لي عن حالتك انا بس، يعني هيك انت بتقدر مدى فهم المريض لحالته. وهو قادر، لازم يكون قادر كمان انه يعطيك ريزن او يعطيك سبب لقراره، ولازم كمان يقول لك انه انا مثلا قررت انه انا بدي العلاج نتيجه الشيء الفلاني، وانا قررت ما بدي العلاج نتيجه السبب الفلاني. هلا تقييمك للسبب هون ببين معك انت، مثلا فيك تقول مثلا والله مثلا ام كلثوم قالت انا السبب انه انا بدي غني وانا ما بدي افقد هذا الشيء. بالنسبه لك كطبيب انت ممكن تقول اهلين غناء، في يعني حياتك على المحك، يعني شو بدك بالغناء، ولكن بالنسبه لها هذا الشيء راجع لها، هي اللي بتقرر بهذا الموضوع. والشيء الاخر لازم يكون المريض قادر انه يقول لك شو الكونسيكونسز او شو نتائج القرار اللي هو راح ياخذه. يعني لازم تسأله أنت هل أنت واعي في حال عدم اختيارك للجراحة شو ممكن يصير معك؟ فأنت لازم تسأله، لازم تستفسر منه، تحدد بناء على هالقصص هي كلها. بما أنك أنت كنت قادر أنك تحدد هالقصص كلها مع المريض، وشفت أنه هو هذا المريض عم ياخذ هذا القرار بناء على شيء بشكل واعي وبشكل له سبب، يعني بشكل منطقي وإن كان مرفوض بالنسبة لك، ولكن في ناس تتقبله بشكل منطقي، فهذا المريض يعتبر معه الكباسيتي او هو قادر على اتخاذ قرارات بحاله. هلا في حال شفت المريض مرقت علي حالة، أكون يعني كمثال على الكلام، مثال عم أعطيك مثال عملي. مريض سكري بحاجة لبتر ساقه، كان بحاجة لبتر، وبلش الجانجرين بساقه، يعني التموت بساقه يظهر، وبلش الالتهابات تظهر. طيب، وكان رافض البتر تماما، فانا كان انا كنت طبيب عنايه وقتها، كان انا كان عندي بالعنايه، فجبنا اجى جراح الاوعيه اللي هو شغلته البتر، والمريض رافض، ما تقدر تاخده غصب عنه على العمليات. طبعا. هلا هون كان النقطه المهمه انه المريض يحكي بلسانه انه هو مستعد يموت، ولا انه يبتر ساقه باللغه البسيطه، انه انت يا بدك تبتر وتعيش، يا اما في خطوره، لانه يعني تموت الساق بيساوي مشاكل كثيره، يعني بالنهايه ممكن يموت المريض فيها صراحه، قصور كلوي والبوتاسيوم يعلى، فلازم انا اسمعها منه، ما بكفي اللي ايه او لا، صحيحه او طبعا لا. طبعا طبعا لازم تعرف شو الاسباب، ولازم تعرف وتحترم هي الاسباب. هلا فهمنا نحن كاطباء للاسباب ضروري جدا، ولكن قبولنا له هو غير ضروري. ايوه، يعني المريض هو صاحب القرار بالنهايه. صحيح تماما، فلازم نتفهم بغض النظر نحن وافقنا ولا ما وافقنا، وهي بذاتها هي مو فقط احتراما لقدره المريض على اتخاذ قراراته، هي احتراما لانسانيه المريض، احتراما لشخصه. لا دائما نحن في هون مقولة سمعتها أنا بأحد المحاضرات، إنه حديثنا عن ذاتية المريض دائما بيودينا للحديث عن قدرته على اتخاذ القرار، ولكن حديثنا عن احترام إنسانية المريض دائما بيودينا للقرار الصحيح. جميل جميل جميل. طيب، انا راح مره ثانيه يكون دوري محامي الشيطان، انه هل نحن دائما بنقدر نسال المريض شو رايه بالعلاج؟ في كثير ناس بيقول لك يا اخي
المريض جاي انا عندي على الطوارئ او على قسم على المشفى، يعني على قسم الاسعاف، عم يسبح بدمه، انا بدي وقتها اساله واقول له شو رايك بعلاج هو اصلا غايب عن وعيه. شو تعليقك على طبعا الحاله لا، هذه؟ طبعا لا. هلا انت لازم تبحث عن انك تاخذ قرار المريض قدر الامكان وقت المستطاع، ولكن اذا المريض مثل ما انت قلت جاي وهو عم ينزف وهو تحت خطر إسعافي. مهدد للحياه وبشكل اسعافي من غير المقبول اساسا، انت بتكون تحت مسؤوليه اخلاقيه وطبيه انك تقول لا طول لي بالك انا ما راح اعمل شيء بدون ما اساله. هذا شيء غير منطقي، هذا شيء مرفوض طبيا واخلاقيا طيب انا شو وحتى لازم اتصرف مجتمعيا. وقتها؟ شو لازم اتصرف نعم، وقتها؟ هلا في المريض ما انا عندنا موجود، انا ما بقدر شاوره باي شيء، ولا في حدا من اهله موجود، جايني مريض لا من تمه ولا من كمه، وبحاجه لعمل جراحه، وفي خيارات متعدده للجراحه بالمناسبه. يعني مو كله بينعمل بنفس الطريقه، فانا كيف بعرف شو لازم اعمله؟ شو هو الصح اللي لازم اعمله؟ نعم. هلا انت هون بتطلع هل انت في عندك هذا المريض معروف بالنسبه لك ولا لا. اذا مريض ما بتعرفه نهائيا ولا من تمه ولا من كمه مثل ما قلت ولا في عندك اي معلومات عنه، فانت لازم تاخذ القرار اللي انت كتقييمك له كطبيب هو الافضل له واللي شخص ريزنبل او شخص منطقي او عقلاني ممكن ياخذه ويوافق عليه. يعني مو احنا انت بنسميه مثلا ستاندرد اوف كير، ستاندرد اوف كير، العلاج نعم المعياري، نعم علاج العلاج معياري. المعياري المقبول طبيا ومجتمعيا، واي شخص ريزنبل او قادر على اتخاذ قرارات منطقيه راح يوافق عليه. جميل. بس مثلا تقول والله مثلا انا هاي العمليه مثلا في مثلا عمليه نوعيه ممكن تتم لواحد او 2% من المرضى، خليني اعمل له اياها هذا وفي كثير ناس من المرضى ممكن تقول لك لا انا ممكن ارفضها، فهذا انت المفروض ما تعمل له اياها. طيب لو هلا الأهل موجودين يا أخي باسل، لهم دور باتخاذ القرار المريض غير الواعي؟ طبعا 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 هن في هي هلا في عندنا تراتبيه لهالقصص هي وحسب المكان اللي انت عم تمارس الطب فيه. هلا لو انت بمكان مثلا موجود في عندك مثلا اختار سابق من المريض قايل لك انه انا في حال وصلت مرحله لا وعي او شيء بدي الشيء الفلاني يتم لي 1 2 3 ابقوني على الحياه، اعملوا كل شيء مشان قصدك تبقوني على مثل الحياه. وصية، يعني وصية طبية؟ نعم نعم وصيه، ولكن حتى الوصيه لها شروط. هالوصية كانت حديثه، هالوصيه مثلا شخص موقعها من 10 سنين ونحن في عندنا سبب مقنع مشان نقرر او نقيم انه والله هذا المريض غير رايه. يعني لازم تكون مثلا وصيه حديثه، وصيه منطقيه، وصيه بشكل محطوطه بشكل قانوني. هي في بيسموها حال بالانجليزي advanced directive، correct؟ نعم صحيح، تمام وفي تمام انواع معينه هلا في لها كثير انواع حسب البلد اللي انت عم تمارس طيب فيه. يعني بس هي في عموما حال تصلح كمستند يقول لك انه اذا المريض ما بده العلاج معين انه ممكن طبعا نستفيد منها. طبعا الاهل شو بنسميهم بهالحاله؟ هلا في حال كان الاهل، في حال عندك انت هذا الادفانس دايركتيف موجود والاهل موجودين، فالادفانس دايركتيف او هي الورقه او الوصيه تتفوق او تسبق قرار الاهل. غياب الأذان، تمام. في حال انت غياب عندك هي الوصيه فالاهل هن اللي بياخذوها. هلا حتى بالنسبه لموضوع الاهل عاده بتحاول تسعى لراي مشترك او توافقي او جمعي بين الاسره، ولكن مو دائما بصير هي القصص، خاصة لما بيكون مثلا في عندك حالة مثلا وفاة أو مثلا قريب من الوفاة وأنت ممكن تتوقع أنه والله مثلا هذا المريض حتى وإن نجا فهو رح يكون عنده أذية دماغية شديدة، رح يكون قادر على ممارسة حياته أو لا. في ناس بتقول لك أنا بدي أنه لا الهدف أنه هو يضل عايش أكثر، في ناس بتقول لك لا أنا هدفي أنه هو يكون عايش مرتاح. فهون حتى بتفرق معك على حسب المكان اللي أنت عم تمارس فيه الطب، حسب الولاية، حسب الدولة، حسب العرف، حسب الشيء المقبول طبيا. هلا عاده مثلا ممكن الشخص الاكبر او الشخص الذكر الاكبر في بعض المجتمعات مثلا الاب او الجد هو بياخذ القرار، مجتمعات تانية لا الزوجه، في مجتمعات مثلا تانية بامريكا الاخ او الزوجه الاخت. هي، بامريكا نعم عموما الزوجه هي بتاخذ القرار او الزوج هو بياخذ القرارات. مثلا انت عم نعم تحكي الاب او الابن، هذا الحكي بسوريا على فكره. نعم نعم بالخليج مو دائما الاب او الابن اللي بياخذ القرار، او الابن يعني الابن الاكبر، ممكن يكون العم الاكبر هو ياخذ القرار بحاله نعم لانه هو كبير نعم العيله نعم اسمه. هو تمام الذكر الأكبر أو الأكثر تمام معرفة أو عمرا حسب كل مجتمع هذا الشيء بيتقيم. فهذا بيسموه surrogate decision maker. Surrogate decision. طيب هل الاهل هون بيقرروا عن حالهم شو بدهم ولا شو بيقرروا؟ طبعا لا، لازم ياخذوا القرار نيابة عن المريض، مشان هيك هون ايوه بتجي خبرة الطبيب. تمام وعادة ما نحن بتجينا استشارات انه بيجينا طبيب بيقول لك انا حاسس انه هذا القريب المريض عم ياخذ قرار شخصي وليس قرار ممثل للمريض. ايوه نحن هون بنيجي بنسأله دائما سؤال بنقول له لو كان المريض قاعد بيناتنا هلا شو كنت تتوقعه يختار؟ جميل إذا قال لك أنا متأكد هيك بتسأله ليش؟ هل أنتم سبقوا أو أخذتوا حوار؟ بيقول لك لا، ولكن هو أخذ قرارات مشابهة بحياته بزماناته، صارت عندنا حالة بالأسرة هو هذا كان رأيه، أو بيقول لك أنا بس هيك حاسس. إذا هو هيك حاسس فأنت صراحة هون مو بتتردد. صحيح.
لازم فأنت يكون عادة المريض هو الاخذ القرار بس بلسان تمام الاهل، لانه الاهل عم تماما ينطقوا بلسانه وهو غايب عن وعيه. بدك يكون هذا الشخص ممثل لرغبات المريض. طيب بحالة الأطفال كيف نتعامل مع حالة الأطفال؟ هلا في حالة الأطفال كمان حسب المكان، ولكن عادة الوصي طبعا عليهم هو اللي أخي بياخذ باسل قرار. معنا 5 دقائق. نعم، هو عادة الشخص الوصي قانونيا عليهم هو بياخذ قرار، اللي هو عادة الأب أو الأم. كمان حتى بالنسبة لموضوع الأطفال، نحن أنا بحكي لك هون مثلا بالولايات المتحدة عندنا موضوع بسموه السيفنز رول أو قانون السبعات. أول 7 سنين من عمر الطفل غير قادر على اتخاذ قرارات، دائما لازم ترجع للأهل. ثاني 7 سنين الطفل بيكون بمرحلة هو قادر إنه نوعا ما ياخذ بعض القرارات، طبعا هذا الشيء بناء على أبحاث تمت إنه قارنوا قرارات اللي عملوها الأطفال مع القرارات اللي عملوها البالغين ولقوا إنه في تشابه كثير كبير. فالمرحلة بين السبعة لل14 أنت لازم تحاول تسعى لتاخذ موافقة المريض الطفل، ولكن ليس موافقة قانونية، ولكن تقول له إنه نعمل هيك أنت موافق ولا لا. إذا لقيت معارضة شديدة وقتها هون أنت لازم تحل القصة. هلا في حال عندك الطفل بين ال14 وال21، فانت لازم تعتبر دائما انه هذا الطفل قادر على انه اعطاء قرار بسموه اسنت وليس كونسنت، اللي هو انه موافقه او ابداء راي وليس موافقه قانونيه، ولكن يعتبر فيها ويعمل فيها، لانه انت الطفل بين 14 ل 21 لازم دائما انت تفترض انه هو قادر على المحاكمه العقليه وابداء قرار، الا اذا كان عندك سبب وجيه مشان تنفي هذا الشيء. طيب ولكن حالات بشكل الإسعاف، عام حالات اذا الإسعاف كان اللي عند في حاله الأطفال طفل ما في أهل. ما في اهل في حال، لان هلا تمام. الاهل عاده بيحاولوا يسعوا انه هن بس لو يخط التقى المريض. شخص مجنون، أم أو أب مجنون بده يرفض علاج إسعافي لابنه، بيسمع له؟ طبعا لا طبعا طيب. هلا بتناقشه بتحاول تقنعه، ولكن في حال انه المريض دخل مرحله لازم تتدخل انت اسعافيا بتبعد الاهل بتشتغل بناء على التوصيات الطبيه المتعارف عليها. طيب لو حالة غير إسعافية، عم عالج طفل والعلاج المعياري هو يتطلب إنه لازم عالج والأهل رافضين العلاج، في بجبرون؟ حال حالة غير إسعافية ما فيك تجبرون لحد معين، يعني أنت بتضل تناقشه وتحاول تفهمه وتحاول تعمل أي شيء، ولكن إذا شفت أنت في خطر محدق على المريض سواء ممكن تم أذية أو عاهة مثلا دائمة أو شيء، هون أنت بترجع لقوانين البلد اللي عايش فيها. في بلاد مثلا بتقول لك أنت لازم محكمة مثلا. تعمل هذا العلاج، ممكن لازم محكمة، ممكن أنت حتى تشكك بوصية يعني بقدرة الأهل على اتخاذ قرارات، فانت ممكن ما تاخذ وصيه كامله منهم ولا تاخذ وصايه منهم، ولكن بهذا الموضوع بالذات لازم تجبرهم على هذا الموضوع. ولكن هيك قصص بتكون كثير خلافيه، وعاده بهيك حاله انا بنصح اطباء مو بس ياخذوا يفكروا بالحاله لحالهم، يستشيروا اطباء اخرين، هل الضرر اللي انا عم قرره هو فعلا موجود؟ هل الفائده هي فعلا موجوده؟ طبعا لجنة الأخلاقيات قبل ما أوصل للمحكمة هي طبعا الأساس. طبعا تمام. طبعا طيب طبعا أنا طبعا. بقيت 3 دقائق، بحط خلينا نغطي نقطة أخيرة. أنا فيني بحالات معينة مريض واعي وقراره من عقله وهو صاحب القرار وما عندي أي مشكلة بتقييمه، نعم بس بدي أعالجه غصب عنه، في هيك حالات؟ طبعا في هيك حالات لما بيكون المريض عم يشكل خطر على نفسه او على الاخرين. اذا مريض مثلا عم يشكل خطر على الصحه العامه، في حالات مثلا الامرجنسيز مثل عندك البانديميك مثلا اخر شيء جائحه مثلا. بس هل هو معه التهاب او معه نعم انفكشن نعم ورافض العلاج، نعم 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 مثل ما في صار هيك شغلات. بكوريا، مثل ما صار بكوريا على فكره، وحده نشرت 20 30 الف نعم مصاب، نعم نعم او حتى انت مثلا رفضت الحجر تماما طبعا، فانت هون لازم تعالج. او حتى مثلا او في الحجر حال مثلا. وجود ضرر واضح على شخص معين، فهون كمان في إلى حالات شائكه مثلا الامراض مثلا مثلا خصام، المنتقله. مثلا نعم، وحتى امراض الامراض نفسيه. المنتقله بالجنس حتى هي مثلا انت بتقدر قيمه او قيمه الضرر وكميته ونوعيته، يعني كلها في إلى حالات، ولكن بشكل عام اذا في ضرر على شخص اخر فانت ممكن تعالج، ولكن في إلى آليه معينه، مو مجرد اوه لا طول لي بالك هذا في عم شكل خطر روح عالجه، لا لا لا، في إلى آليه معينه في إلى طرق معينة ما بصير تتم بالإجبار. معناتها انا ما فيني لما بتصير بتعارض حريه المريض او مصلحته الشخصيه مع مصلحه المجتمع او مع حريه مصلحه شخص اخر، هون بقى بدي انا وازن بين حافظ على مصلحته مقابل مصلحه الاخرين، مثل ما قلت لما يكون في نعم زوج او زوجه بموضوع الامراض الجنسيه، وهذا سؤال مهم بالامتحانات. اخي نعم باسل، انا نحن غطينا معظم الموضوع اليوم، اظن انت عندك ميتنج بعد شوي، نعم فممكن نحن يكون في جزء ثاني لساته بيتعلق بالموضوع، لانه هذا بيجي كثير بالامتحانات وبالحياه العمليه حقيقه. فخليني انا انهي هلا، ما بعرف اذا عندك شيء اضافي اضيفه قبل ما ننهي، ولاحق ممكن بالجلسه القادمه ان شاء الله نرجع نكمل بمواضيع ثانيه بنفس بإذن الله، الموضوع. وبنحكي حالات عملية بنفس الموضوع أكثر، ونقاشات إن شاء الله بتكون بشكل واقعي وعملي أكثر من حالات محددة. جميل جدا، جزاك الله خيرا، وان شاء يا الله هلا نتابع، طلال. وان شاء الله اخواننا المتابعين ان شاء الله مبسوطين باللي عم نقدمه، وان شاء الله مستمرين. يا هلا دكتور طلال، يا هلا، يلا في السلام أمان عليكم، الله. وعليكم تسلم، السلام. السلام عليكم. سلام.